ينضم معنا من اسطنبول السيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث العراقي. مرحبا بك بداية استاذ حسين السبعاوي. يعني العبادي يدعو الكتل السياسية إلى عقد لقاء للاتفاق على برنامج لإدارة الدولة بجميع مؤسساتها. من وجهة نظرك يعني كيف تنظر إلى ذلك؟ ماذا تعني هذه الدعوة؟ أنا أعتقد هذه ردة فعل من السيد العبادي على التحالف ما بين الفتح والثائرون، وهي حركات استباقية لبعضهم البعض. أعتقد ما زال لحد الآن لم يعني يرى النور أي كتلة أكبر لحد هذه اللحظة، لا نعرف من هي الكتلة الأكبر. ثانيا أنه إحنا لا ننسى أنه الانتخابات فيها تدبير كبير، وهناك قرارات مجلس النواب وقرارات حكومية في الطعن في هذه الانتخابات. كيف الآن إحنا نقول هذه الكتلة الأكبر وتلك الكتلة الأكبر ولم تحسم ولم تعلن النتائج النهائية؟ أعتقد هذه كل هذا الذي يحصل هو عمليات استباقية لتفويت الفرصة على بعضهم البعض. يعني تحول الصدر إلى التحالف مع العامري ووضع حيدر العبادي خارج اللعبة، إلى أي مدى سيضع العراق بأكمله ربما تحت حكم الميليشيات من وجهة نظرك؟ يعني أنا أعتقد أنه هناك نقطة لازم علينا أن ندركها، أنه حكم المذهب لا يختلف عليه أي شيعي مشترك في الحكومة في العملية السياسية في العراق، وخاصة في الائتلاف الشيعي الموحد سابقا. لا يختلف على حكم المذهب في العراق، ولهذا السبب من حول على السيد مقتدى الصدر اعتقد يعني هو ما يعني اعتمد على شيء حقيقي، وانما على تصريحات للاستهلاك الداخلي والمحلي لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن ما يهمنا ما هو الاجراء الذي سيقوم به الصدر على الارض وكيف تشكل الحكومه. ويدرك الصدر وغيره والقريبين من الصدر بانه لا يستطيع لا الصدر ولا غيره منع إيران أو منع التدخل الإيراني في الساحة العراقية، لأن التدخل الإيراني هو أكبر من مقتدى الصدر وأكبر من طيب جميع. يعني طالما كان الصدر يعني يتحدث عن حكومة لا تخضع لأمريكا ولا تخضع لإيران، ودائما ما يتحدث عن الابتعاد عن الطائفية، ولكن هنا في هذا الموقف يعني هل حدثتنا من وجهة نظرك ما دور إيران في هذا التحالف ما بين الصدر والعامري؟ بداية هو كل ما قيل قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات هي شعارات انتخابية لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا قلناها أنه التحالفات قبل الانتخابات شيء والتحالفات بعد إعلان النتائج شيء آخر. أما التحالف ما بين الفتح وسائر بالنسبة لي لم يفاجئني، لأنه هو تحالف ضمن الائتلاف الشيعي الذي يؤمن بحكم المذهب في العراق، وهذا هو الخط الأحمر الذي لا يختلف عليه أي نائبين من المكون الشيعي. هذا امر متفق عليه ما بين المكونات الشيعيه، ولكن حتى بعض السنه وبعض الاكراد قبل بهذا المبدا او بهذا العرف السياسي الذي يعني بدا معلوم من 2003 الى الان. هذا العنف يعني لم يفاجئني شيء هذا الاتفاق، لانه بحد ذاته انه تشكيل الحكومه العراقيه من 2003 الى الان بغياب المعارضه السياسيه استاذ البرلمانيه. استاذ حسين مع هذه التطورات فجميع من فات يشارك في الحكومه يبقى التوزيع حسب الكتل وحسب النقاط التي يحصل عليها كل كتله. مع هذه التطورات يعني هناك تصريحات من هنا وهناك يعني ربما من زعماء ميليشيات او قاده ميليشيات بعوده العنف بشكل اوسع الى العراق، الى اي مدى اسهمت هذه العمليه السياسيه من وجهه نظرك بهذا المقدار من العنف؟ يعني اعتقد هذا هو ضغطا للضغط يستخدم للحصول على اكبر النتائج او اكبر المكاسب. هذا ضغط على سواء على الشعب العراقي او على الكتل الفائزه. ليس الا العنف موجود في العراق ولم ينتهي من 2003، نوعا ما خف في السنه الاخيره، ولكنه في اي انتخابات يعود وتبدا عمليه الضغط على الشعب العراقي ويدفع ثمنها المواطن العراقي من تفجيرات واغتيالات وتصفيات والى اخره. ولكن هي العمليه السياسيه باقيه وتدار، ونبقى انه الولايات المتحده هي التي ستحسم من هو رئيس الوزراء العراقي القادم، لابد ان يكون لها الدور الرئيسي في هذا الموضوع. يعني جميع اطراف العمليه السياسيه الى الان يعني هم يعني رغم الفشل الذريع في دورهم في العراق يتحدثون عن فضاء وطني ويتحدثون عن الابتعاد عن المحاصصه في تشكيل هذه الحكومه، الى اي مدى ترى استاذ حسين ان العراقيين هم يعني مقتنعون بهذا الحديث؟ يا سيدي اولا هي حتى المحاصصه لم تطبق تطبيقا حقيقيا، اين المحاصصه في مؤسسات الدوله؟
أين نسب المكونات في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والإعلامية وجميع مؤسسات الدولة؟ هي غائبة. اليوم يريد يذهبون إلى حكومة أغلبية سياسية، معناها ألغاء المكونات وليس أغلبية سياسية. إحنا ليس لدينا حزبين أو ثلاثة يتنافسون على إدارة الدولة ثم تذهب الأخرى إلى المعارضة، لا توجد لدينا. هم يريدون يذهبون إلى أغلبية سياسية لإخفاء المكونات الأخرى، وهذا الأمر لحد هذه اللحظة يواجهون في شيء من المعارضة. فلهذا السبب أنا أعتقد أنه الحكومة العراقية ستشكل بمن فاز أيا كان، ولكن شكرا. يبقى حكم المذهب هو السائر في العراق وهو الذي يدير الدولة العراقية، سواء كان من حزب الدعوة أو كان من المجلس الأعلى. شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث العراقي، كنت معنا من إسطنبول.